سمعتي عن البرفن اللي هو اسمه ملك؟ ده عارفه ايه ده؟ ده بيديك انتعاش طول ما انت ماشيه، يعني انت دي تستخدميه في البيت بس ما ينفعش. ده طبيعي؟ انا قيصري. ثانيه واحده بس. اوكي ثانيه واحده. انا شايفه عبط بقى. انت بالله عشان ما فوقعكش. لا وحيد انت اللي كده اهوت وركيني على جنب همشي نفسك دلوقتي. ثاني كمل. تمام. انا بس بشرح لها البرفن ليها هي. ده انا جاي لك دلوقتي، جالك دلوقتي بنوع برفن ليك اسبوعي. البرفن دوت ما ينفعش تحطيه دلوقتي في البيت. لو عايزاه ان احنا نغيره وعايزاه للشارع والبيت. ربنا يخليكي. يعني البرفن ده تمام، عامل لك ازازه محترمه ب 100 وازود لك كمان التركيب. يعني ده نوع جديد، التركيبه الجديده انا بغيرها. النوع الثاني تمام، في نوع المقمص. انت اول ما تاخديها هتفضلي ماشيه مقمصه، تفضلي عامله كده. هو بتتكلم بجد؟ انا بتكلم بجد. انا بتكلم بجد. يعني ده حاجه جديده؟ طيب معلش بس انا اسف، هشرح لحضرتك النوع الثاني. لو انت بقى ايه يعني هخليكي في انواع انت ثانيه عارفاها. عايز النوع معين ولا اشرح لك كده؟ لا اشرح. اشرح لك معلش بس كده. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ المفروض يبقى في باسكت جنبك اصلا. يبقى في ايه يا ماما؟ باسكت. ده انا لو بجلس نعمه، انا برمي على الارض عادي. يعني ايه؟ ما انت اللي في وشك. لا انا برمي على الارض وبعد كده بكنس. المهم بس انا اللي في وشك، ماليش علاقه انت تاخد. انتوا جايين في ازازتين برفن الله يرضى عليكم، مش هتشتروا المحل دي. يعني ايه يعني؟ يعني اصبري بس. احنا دافعين على فكره، احنا مش جايينها كده ببلاش. اكمل كلامي. ده يعني أكمل ولا ايه؟ كلامي. طب ده عبط عليك. ولا ايه؟ اما اشوف المسخسخه اللي جنبك ده. هو مين صاحب المكان ده بقى؟ ده ابويا. ابوك؟ ابويا صاحب المكان. ده ابوك في عمر. الله يخليكي، بيصلي العشاء وجاي. فاصبري اشوف ازازه البرفن اللي هي عايزاها. ماشي. اعمل لك ازازه برفن تمام؟ هتمشي الكلاب البلدي كلها وراكي. ده عبيط؟ ايه الكلاب البلدي كلها هتلاقيها بتمشي وراكي؟ ايه العبيط ده؟ انا ممكن اقصر لك الحاجه اللي قدامك دي دلوقتي. ما تعصبنيش، ان انا كل ده بهزر. انت عندك حاجه في دماغك بجد؟ انت تعبان. لا ما عنديش حاجه في دماغي، بس انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انت لو خلصت كلامك ممكن تفضلي تجري بدايه واتكلم مع الاستاذه. تتكلم معايا اتكلم بالاستاذه احسن من كده لو سمحت. ده انا هنزل عنك على البيت اللي انت منزل عليها العروض ان انت محل زي الزفت. هتنزل باسلوبك ده؟ والنبي لا، والنبي لا. ابويا لو عرف، ابويا لو عرف وربنا هيطين عيشي. هيطين. ارجع ورا حربايه منك ليه؟ انا هصوت والم عليك الناس كلها. كمان حرام. ده انا اللي اصوت بقى. لا ده انا بقول لك ايه؟ اعمل لك مصيبه هنا والله. جرايات انا، جرايات ده انا عادي ما بنفخش انا. لا والله بقول لك ايه وليا. طب يو. طب بص وحيد الله، وحيد الله، وحيد الله، وحيد الله. انا عارف انت دروسك صعبه. فلوس ايه؟ ماشي. طب ماشي انا عايز افهمك بس حاجه. وحيد الله، وحيد الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انا بصور مقلى. انا كل ده بهزر معاك. ازاي ما بره عنك انت عشان ما تجيش في وشك. انا بحذر لك كل حاجه عليا واستاذنكم بس ان احنا نزيع. اخوكم كان بيهزر معانا تمام؟ والله كان كيلو. ممكن بس نقف نقول بس زيع؟ نقول بس زيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز اعمل ايه؟ مساء الزفت حبيبي. مساء الجبنه. الله يخليك. اتفضل. عايز تعمل برفن؟ بتعمل يا عم، انا جت عليك. تبقى المهنه خدت هوا وخدت سيبرتو. جامد. ايوه باين عليك. أيوة. وشك وش مدمنين سيبرتو. ايه رايك؟ الله يخليك. لا زي الفل. الله يخليك. بص ثانيه واحده معلش، بص ثانيه واحده. مروان بابلو انت تعبان ولا ايه؟ لا 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 انا زي الفل. امورني انت شكلك ملمس قد الدنيا كلها. بجد؟ حبيبي انا لو عملت كده هتقشر. ايه رايك؟ عايز ازازه بكام؟ ايه الدنيا عليك؟ زي ما انت عايز. عندك كام وكام وكام؟ لا شوف انت متعود انت بتاخد بكام وموجود. باخد بكام؟ لا ازايز البرفن اللي انت عايزها يعني بكام؟ اتفضل امرني. وريني السايزات اللي عندك. ايه السايزات ورايا اهي وما تقرفنيش. يعني عندك من اول 50 40 تمام؟ 50 40. لا وايه؟ ايه؟ وايه؟ وعندك 50 40 قبل. وعندك 50 40 قبل اي حاجه. انت جاي في حرق كتير. انا حاطط ايدي في جيبي وكارف دلوقتي. انا بقول لك دماغك مملحه وانت دماغك ملمسه. طب انت فاهم. انت شعرت قبل كده صح؟ شعرت كتير. ملمس ارضي. المهم عندك من اول 40 50 30 25 دي اللي هي التستر اللي هي بتتحط في الجيب. حلو. ما ترفعليش حجمك الله يرضى عليك عشان ما ادكش بالايق في وشك. بجد؟ والله ده عشان اسمع مني. معيش حاجه دلوقتي ان انا الف لك. لا لا لفلي. الفيلك صح. انت كارف على الدنيا. اكمل الدنيا. كلامي. لا ما تكملش. اكمل كلام. كلامي عشان انا ما كرفش عليك. ماشي. ومعاك بقى وانت طالع. شوف انت عايز بقى ايه بكام. هو معايا وانا طالع فين؟ يعني من اول 40 50 25 وانت طالع بقى. على قد ما انت نزيه وبتكلم. طب ولما اطلع تبقى انت هناك؟ هتلاقيني فوق بديك على وشك على طول. ما شاء الله. وشك ما شاء الله ما شاء الله.
طيب ماشي اعمل لي واحده شبه الاسانسير الفردي. ماشي اعمل لك احلى واحد. ماشي انت عايز انت دلوقتي ازازه بكام؟ ما تحرقش كتير بس يا لزوز. وانت شبه سيفن اب عارف انت الواد اللي هو اللذيذ الرايق اللي كان بيركب العجله اللي كان عامل شعره كده سيفن اب هو انت عايز ازازه بكام مالك خلاص يا على ذوقك المعفن. خلاص ماشي انت وشك وش فقر فانا اقول لك بس شطبني يلا. بقول لك يا ملمس انا اسمع مني انت ملمس ارضي ومشعر شعر ريحه بطك مموتان انا عرفت انت جاي هنا ليه. ماشي ماشي انا جاي واحد لله. هنطلع بره ماشي استنى بس هنطلع بره. لا المخزن ده احنا ده ما فيهوش اي حاجه. طب ماشي استنى بس البس النضاره البس النضاره هنطلع بره ونشوف مين فينا اللي راجل. انت انا عارف انت على قد الايد وعايز تضرب. طب يلا تعالى بره. طب ماشي ثانيه واحده انا هديك بنيه من بعيد كده. انت صاحبني يلا. انت صاحبني انت صاحبني وانت طول تصاحبني يا عم. وانا طول ليه وانا طول ليه انا بس ماشي يلا اتفضل. غرفه داهيه فين؟ غرفه داهيه من هنا بين البيع والشاري. ايه يفتح الله. اطلع بره اطلع بره اطلع بره اطلع بره عشان ما اكرفش عليك. يلا بقول لك انا ولا ماشي يا عم. واحد الله واحد الفلوس هديك الفلوس مقاس السمنه يلا. انت زومبي اه انت زومبي بتاعتك حل مدمن بقى ما انت والله اخلص بقول بدرب اهدى. البنيه هتيجي غلط عشان طالع النضاره. البنيه مش هتيجي فيا انا مش خايف على نفسي. خاف على نفسك ورايا ناس وربنا يحفظك. انا مستبيعه هات الفلوس وشك ده كله وربنا. طب ماشي ماشي ريحه بطك مش قادر قوم عليا واحد الله باشا. انا بصور مقلب انا بصور مقلب بصور مقلب والله العظيم مش تحت بطك اكيد. طب واحد الله واحد الله واحد الله يا نهارك اسود ابعد يلا مروان بابلو والله العظيم بصور مقلب مروان بابلو والله العظيم بنهزر ماشي. واللي انت عايزه من عطور السعاده قولنا عليك اخويا. اللي انت عايزه من عطور السعاده في اي بي فرع احمد عصمت. اللي انت عايزه فري حلو. والعرض اللي هو بيوصل ل 50% موجود لو حصتي تيجي بعد كده هو. وبقول لك حقك عليا. عندك اي مشكله ان احنا نزيع؟ لا زيح. تمام اهم حاجه اقول زيح زيح.